نتكلم على هيرنان كريسبو المدير الفني الارجنتيني لفريق العين الاماراتي. وكريسبو من الجيل الذهبي للارجنتين في كاس العالم 98 و2002، اسم كبير يا كريم، وحاليا هو بيقود فريق العين. اكيد طبعا، وكمان هيرنان كريسبو قدر السنه اللي فاتت يصنع لنفسه اسم كبير جدا جدا في الاداره الفنيه بعد ما قاد العين للقب دوري ابطال اسيا، مش بس الفوز باللقب ولكن المباريات اللي قدمها سواء في السيمي فاينل قدام الهلال ذهابا وايابا او حتى في المباراه النهائيه قدام اوراوا ريدز. فبالتالي اكيد هو يعني عمل فريم كويس، بس السنه دي الفريق فعلا متخبط للغايه. عايز اقول لك محمد، رقم خطير جدا عند العين السنه دي. العين الموسم ده لعب 3 بطولات، لعب دوري الاماراتي، كاس الامارات، ولعب كمان دوري ابطال اسيا. تخيل لعب 12 مباراه، مباراه واحده بس فيهم كلين شيت، مباراه واحده خرج بس، واحده بس، مباراه وحيده فقط من ال 12 خرج منها بشباك نظيف. 11 مباراه تلقت شباكه اهداف. بالتالي احنا امام فريق اكيد 100% عنده مشكله في حته الدفاع. طيب هل النقطه دي تخلينا احنا بقى نخش المباراه واحنا يعني مرتاحين؟ لا طبعا. ليه؟ نرجع للنقطه الاولى اللي بداناها واحنا بنتكلم على اختلاف اسلوب اللعب. اسلوب اللعب الاسيوي مختلف تماما، والاماراتي مختلف تماما اسلوب اللعب. انت بتلعبه هنا في افريقيا كمان طبعا. انت بتلعب مع ناس ما بقولش هم اصعب او اسهل، هم مختلفين. مش اسلوب لعب انت متعود عليه. وبالتالي انت لازم، نقطه مهمه جدا يعني لازم نحط ايدنا عليها، وهي زي ما انت مش عارف اسلوب لعبهم، هم برضه مش متعودين على اسلوب لعبك. وده شفنا مثلا النادي الاهلي لما جه بيلاعب اتحاد جده السعوديه. تعال نفتكر المباراه دي يا محمد، كانت في كاس عالم انديه. الوضع وجه التحديد النادي الاهلي ما كانش فيفورت فيها على فكره. المباراه دي مباراه الاتحاد السعودي، النادي الاهلي كان هو الطرف اللي ربما الاتحاد السعودي بوجود كريم بنزيما في مركز المهاجم الصريح والفريق كانتيو والفرقه يعني فرقه البلاي ستيشن اللي احنا رحنا نلعبها دي، بصراحه الفرقه دي كانت هي مرشحه للانتصار على النادي الاهلي. صحيح. لكن لما المباراه بدات مع اول بعد مرور 10 دقائق بدا لاعبي اتحاد جده يقول لك لا احنا مش عارفين نلعب الاهلي. الاهلي بيمارس ضغط عالي، منحهم التمرير، الهجمات المرتده، اسلوب لعب هم مش متعودين عليه بالظبط. والهجمات المرتده بتاعت الاهلي خطيره جدا. بداوا كمان هم كمان الاهلي بيرفع الريتم. الاهلي ساعتها في الوقت ده كان بيرفع ريتم الماتش، مش زي دلوقتي بنخلص الشوط الاول وفي الشوط الثاني بنرتاح. وبالتالي انت عايز في الوقت الحالي ان انت مع العين الاماراتي ان انت تفاجئه باسلوب لعبك مع التركيز الشديد 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 مع سفيان رحيمي اللي رغم كل ده هو ما زال هداف الفريق في دوري اسيا. هو ولا باكوتشي؟ لاباكوجيو طبعا، كان لاباكوجيو هو هداف الفريق في الدوري، في الدوري عنده 4 اهداف. سفيان رحيمي هو هداف الفريق في دوري اسيا. والغريب ان لاباكوجيو في المباراه الاخيره كان بديل، يعني هو كان بديل مع هيرنان كريسبو، كان قاعد جنبه على الدكه، ما لعبش اساسي قدام الهلال ونزل كبديل في الشوط الثاني. عندك بندر محمد وكاكو وماتياس بالاسيوس. طبعا الاثنين بالاسيوس وكاكو. كاكو طبعا من باراجواي وبالاسيوس من الارجنتين. كاكو طبعا لعيب كبير في السن شويه، من كام 30 سنه. بلاسيوس هو في وجهه نظري اللي بيعمل الازمه مع سفيان رحيم.